لحيتك البيضاء سيوف مشرعة في وجه الجلاد، إضرابك للباغي حتوف، وعزيمتك الجمر الوقاد. يا ملكا في صورة إنسان، زادك تسبيحك والقرآن. يا شيخ الصبر خضر عدنان، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص عبر قناة أصيل والمتعلق بشهادة الشيخ خضر عدنان الذي استشهد بعد إضراب طويل عن الطعام في باسلات الكيان الصهيوني. استشهد خضر وانهزم الكيان، كما أن الدم انتصر على السيف كذلك الجوع انتصر على الكيان الغاصب، وجعل ذلك مدماكا جديدا إن شاء الله في طريق زوال الكيان الغاصب المؤقت. السلام عليكم يا أحرار العالم في هذه الوقفة، السلام على كل المعذبين في قعر السجون، السلام على أهل الحق وأهل المقاومة، السلام على أبناء الشقاق والوزير والياسين وأبي علي مصطفى وعباس الموسوي وقاسم سليماني، السلام على الأسرى الذين لا زالوا قابضين على الجمر، السلام عليكم يا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء متابعي قناة أصيل، وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع السيدة الفاضلة رندا موسى زوجة الشهيد بإذن الله أبي عبد الرحمن خضر عدنان. أم عبد الرحمن السلام عليكم والله ينسيك بالخير. أم عبد الرحمن، بداية باسمي وباسمي إدارة قناة أصيل وكادر قناة أصيل نرفع لكم أسمى آيات التهاني قبل آيات العزاء بهذا المصاب الجلل، هذا المصاب المتعلق برحيل شيخنا الحبيب الأسير الراحل الشيخ خضر عدنان، ونسأل الله المولى سبحانه وتعالى أن يثبتكم في هذه المصيبة ويجعل عاقبة هذا الأمر خيرا إن شاء الله. أم عبد الرحمن، يعني نحن نعلم حجم الألم، نحن لا نقول أنك ضيفة هذا اللقاء الخاص على قناة أصيل، نحن ضيوف عند هذا الجبل الأشم، عند زينب الشيخ خضر، عند خنساء فلسطين، عند هذه المرأة الصابرة التي والله نخجل من رجولتنا في حضرتها. أم عبد الرحمن، طمنينا عنك، عن أسرتك، عن أحوالك، عن آخر مستجدات هذا الرحيل المفجع، وما هي الإجراءات التالية، هل هناك حلحلة إن شاء الله في موضوع استلام الجثمان وما إلى ذلك؟ تفضل يا أم عبد الرحمن. حياكم الله، نهنئكم ونهنئ أنفسنا ونهنئ أبنائي بشهادة الشيخ، نسأل الله عز وجل
أن يتقبله في عميين. ونقول ذهب الظمأ وقلة العروق إن شاء الله يا أبا عبد الرحمن. شربت ظمأ من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا بإذن الله. نهني أنفسنا ونهني أبنائنا، نفتخر بهذا الشيخ الذي أكرمنا في حياته وأكرمنا فيه استشهاده. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا فيه في علميين، وأن يصبرنا وأن يعيننا على حمل الحمل من بعده. بخصوص استرداد الجثمان، يعني كانت هناك وساطة مصرية ووساطة للفصائل ووساطة للسلطة الفلسطينية، لكن قبل قليل يعني جاءنا الرفض وإصرار الاحتلال على إبقاء شيخ محتجزا لديهم. لكن عزاؤنا أن الروح قد سمت إلى خالقها، وإن كان يعني كان أملنا ويبرد نارنا لو ألقينا نظرة الوداع على الشيخ وأكرمناه ونفذنا له هذه الوصية التي كان يتمنى أن يعني يلقي عليه نظرة الوداع ويحمله أبناؤه من أحبه من أهل الشهداء والأسرى، ويعني ويدفن بجانب والده والدته. لكن يعني سبرنا بسبر أهالي الشهداء والأسرى المحتجز الزامينهم. نسأل الله عز وجل أن يصبرنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الحمل. أم عبد الرحمن، يعني لماذا هذه المماطلة؟ لماذا؟ ما الذي يخشاه الكيان من أن يعود جثمان ليودعه أهله ليشيعه محبيه؟ لماذا هذه المماطلة؟ أين السلطة الفلسطينية؟ أين هو دور الـ يعني المؤسسات الفاعلة، مؤسسة الأسرى وغير ذلك؟ أخي الشيخ كان يرهبهم وهو حي ويرهبهم بشهادته. عندما تخرج كل الضفة، لا أقول عرابة فقط أو جنين، عندما تخرج كل الضفة عن ذاكرة أبيها لحظة استشهاد الشيخ تصرخ وتهتف: ثورتنا ثورة إنسان، قائدها خضر عدنان. لا. عندما تخرج بلدة الشيخ عرابة، عرابة الخير كما كان يصفها الشيخ كل يوم كثير من مرة، يعني تهتف باسم الشيخ، هذا التحرك وهذا الثوران وهذا الغليان لدى هذا الشعب الذي قد ونقول يمكن حرق قلوبهم رحيل الشيخ بهذه السرعة. الكل كان يعول على هذا الشيخ، يعول على انتصار هذا الشيخ، لم يعودنا الشيخ إلا على الانتصارات، ونسأل الله أن يكون نصرا. هو قال إحدى الحسينين، إما النصر أو الشهادة، هو انتصر واستشهد، يعني هنا الحسينين معا. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في عليين، يعني خوف الاحتلال من ردة الفعل، خوف الاحتلال من دماء الشيخ، يعني من لهيب هذا الشارع لفقدان الشيخ، لفقدان الملهم لهم، القدوة لهم، الشخص الذي كان يعني لهم الشيء الكثير قبل أن يكون قائدا للجهاد الإسلامي، يعني لهم كل شيء، يعني كان يرافق الكبير قبل الصغير، يخرج مع الصغير قبل الكبير في المسيرات نصرة أو تضامنا مع أي فعالية أو أي حدث في داخل الغرفة. يعني الآن وأنا أتحدث معك هناك مسيرة خارج البيت، الآلاف يهتفون للشيخ. كان قبل قليل المسيرة في رام الله، قبل قليل كان المسيرة في جنين ومخيمها. يعني خروج هذه المسيرات وخروجها، يعني هذا العدد من الإخوة الذين يهتفون، الآلاف لم نعد في الآونة الأخيرة الشعب الفلسطيني أن يخرج هذا العدد منه لأي حدث. يعني حدث حرب في غزة، سقط الشهداء الآلاف ولم يخرج هذا العدد الذي يهتف اليوم يعني بدماء شهيد لم يستلمها، بدماء شهيد لم تسل، وإنما كانت دماء شهيد سالت 86 يوما عملية اغتيال وقتل للشيخ 86 مرة و86 يوم من الإضراب المتواصل عن الطوارئ. أم عبد الرحمن، دائما كنت تؤكدي أن الرد في الضفة وليس في غزة. مع ذلك الحمد لله المقاومة في غزة حاولت، وربما يعني كان هناك رد واضح واحتجاج واضح، لكن لماذا دائما تشددين على دور الضفة، هذه الضفة التي عشقها الشهيد وكان له حركة خاصة نحن نعلمها ونعلم دوره وتأثيره على المقاومين، نعلم يعني هذه الروحية التي كان نعم أكل. تفضل أخي الكريم، يعني أكد وأقولها يعني وما زلت أقولها، يعني أعول على الضفة وأعول على غزة، طول عمرها غزة في المقدمة، طول عمرهم أهل غزة في المقدمة ودائما يدفعون الثمن. لكن دائما يعني الشيخ كان يعني يحزن ويؤلمه
يعني سقوط العدد الكبير من الشهداء في غزة بعد يعني أو أثناء إضراب أو حرب، يعني عندما تقصف غزة وتقصف البنية التحتية لغزة كان يؤلمه ذلك. الحمد لله الضفة بخير، فيها من المقاومة الشيء الكثير وفيها من إيلام للمحتل الشيء الكثير، ونستطيع أن نؤلمهم يمكن أكثر من غزة وصواريخ غزة، لأن من جنود قريبين علينا ومستوطنين قريبين علينا، وممكن أن يعني يمكن ضد الاغتيال الشيخ في كل بقعة من فلسطين، وهي أقرب الضفة التي جعلها الشيخ من أقصى من شمالها إلى جنوبها هي الأولى بالرد على اغتيال الشيخ. ولكن أقولها أنا يعني وصدقا يعني أقولها، يعني من لم يفعل شيء نصرة للشيخ وحتى يخرج هذا الشيخ سالما معافى منتصرا أثناء إضرابه، لا أريد منه اليوم أن يفعل شيء للشيخ. يعني الشيخ نال أقصى ما يتمناه، نال الشهادة، نال هذا الوسام والشرف العظيم. الحسرة والندم على كل من خذل الشيخ وتأخر في نصرته. يعني نحن كعائلة نقولها يعني بعد استشهاد الشيخ، يعني الحمد لله رب العالمين اللي أكرمنا في شهاده، لكن صدقا لم نسامح أحد كان ممكن إنه يساعد الشيخ ويعني ينصره ويعني يخفف عنه ما كان به من آلام. يعني عندما خرجت يوم الأحد، كان قبل يومين من استشهاد الشيخ، من المحكمة وخرجت وقلت أن الشيخ يقول أني يعني لما حددنا له موعد المحكمة إنه ب10/5 إني راح أكون وقتها شهيد، خرجت وقلت إن الشيخ بين الشهادة والشهادة، الشيخ وضع صحي صعب. عندما أنا أتحدث معه في قاعة المحكمة ولم يستطيع الكلام، قال لا أراكم، الذاكرة عندي اختفت، لم أعد أتذكر أبنائي، الرؤية عندي غير واضحة البتة، كان لسانه ثقيل وحركته ثقيلة في الكلام. يعني كل هذه مؤشرات أنا الحيوية وعلامات الحيوية في جسم الشيخ قد فقدت. نتحدث عن 86 يوم من الإضراب، عن الطعام لم يتناول فيها إلا الماء. يعني كيف سيكون الوضع الصحي لهذا الأسير؟ عولنا على هذا الجبل عولنا عليه الكثير، ولكن رزقه الله سبحانه وتعالى بما كان يتمنى. هنيئا له. أم عبد الرحمن، يعني مولانا الشهيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه قدم كل شيء، ذاب هذا الجسد في هذا الطريق في هذا السبيل، هو القائل عليك أن تكون حسينيا تقدم كل شيء، وإذا لم تكن حسينيا تكون زينبيا تبلغ هذه الرسالة وتتابع كما تفعلين يا أم عبد الرحمن، ونحن نقتبس من هذا العزم، والله إننا نقتبس من كلماتك، من صبرك، من ثباتك، من صمودك. يا أم عبد الرحمن، ما سر هذا الشموخ؟ ما سر هذه الروح الحسينية التضحوية التي حملها الشهيد وسار بها ويعني عاشها كل من رافق الشهيد؟ نحن كفلسطينيين شتات نعيش في الخارج ونستلهم من كلماته، من ابتسامته، من صبره، من انتصاره على كل ملذات هذه الدنيا، فما هو سر هذا الشموخ يا أم عبد الرحمن؟ إيماننا بحقنا بهذه البلاد، إيماننا أننا أصحاب حق، ويعني وحق، وأن هذا الاحتلال غاصب، إيماننا بقدرتنا على الانتصار على هذا المحتل، رغم أن المعادلة ومعادلات القوة هي بيد هذا المحتل، لكن الشيخ دائما كان يعلمنا أن اليد يمكن أن تلاطم المخرج ويمكن أن ننتصر على هذا الاحتلال، وهو أوهل من بيت العنكبوت. ونحن نؤمن لحد الآن، اللي خايف من جثمان الشيخ اللي هو لم يبقى جثمان أصلا، يعني هو يعني خيال، الشيخ عبارة عن خيال، يعني الشيخ دخل في معركة الإضراب وهو قرابة 100 كيلو، اليوم نتحدث عن 40 كيلو، يعني هو أصلا يعني تلاشت هذا الجسد وصعد إلى السماء، يعني كما كان يقولها شيخ في وصيته، داب شحمي ولحمي، هو يعني سبق روحه إلى السماء وصعدت روحه وارتقت إلى السماء. لكن هذا الخوف وهذا الجلل لهذا الشيخ ومضطه، لأنه يعلم أننا أصحاب حق وأننا على حق. أم عبد الرحمن، أنا أعرف يعني أنكم الآن في حالة تهاني واستقبال تهاني، لكن الشيخ كان يقول أن إن شاء الله كرامتي أغلى من الطعام. نحن اكتشفنا أن كرامة هذا العظيم الراحل هي أغلى من كل الحياة، يعني قدم لنا المثل، قدم لنا النموذج. لكن برأيك أم عبد الرحمن، ماذا على الأجيال التي تؤمن بهذا الطريق، بطريق المقاومة، أن تستلهم اليوم بعد درس الثبات الذي علمنا إياه أبي عبد الرحمن رحمه الله وتقبله في عليين؟ كان مدرسة في ثباته في مقاومة هذا المحتل على الأرض.
كان يجوب البلاد من أقصاها لأقصاها. لم يعني، وهذا حديث كل من أتى اليوم تهنئة لنا بالشهادة، من أقصى البلاد لأقصى البلاد. يعني تقول إحدى مش أحد الشهداء الآن، تقول وإحنا جايين على الطريق، بقول ولا وهذا الشيخ باقي يمرق كل هاي الطرق مشان يجي لنا، لأنه يعني الناس ما بيعرفوا شو يعني جنوب بيبعد عن الشمال، قديش بدك مسافة 3 ساعات وأربع ساعات. يعني الشيخ كانت عنده روح على الخليل من جنين على الخليل يعني عادي، يعني رغم إنها بدها 3 ساعات روح و3 ساعات جي، ما يعادل 6 ساعات في الطريق، وموجود المستوطنات وجود اليهود في الظرف الأمني. لكن كان لا يعيقه أي واجب، يعني أي مكان يكون فيه واجب لو كان في أقصى البلاد الساعة 2 بالليل على 1 بالليل كان يذهب إلى ذلك. يعني هذا يعني التحرك وهذا الإيمان وهذا الحق لنا بالحرية والتنقل وأن البلاد بلادنا، هو أعطى درس للناس في حياته. فكيف باستشهاد الحمد لله رب العالمين أحيا نفوسا قد ماتت، نفوسا قد تخاذلت، نفوسا قد شعرت أن هذا المحتل أقوى منا، وإحنا يعني شو بدنا نعمل باتجاهه. لكن بصمود الشيخ وتحديه اليوم في هذه المعركة واستمراره في هذه المعركة حتى النفس الأخير، لم يتنازل ليجري فحوصات طبية، لم يتنازل ليتم نقله إلى مستشفى مدني، لم يخضع ولم يلين من أجل أن تذهب عائلته وتزوره، رغم أنه كانت أمنية حياته أن نكون قربه لحظة استشهاده، أو نكون بقربه ويرى أطفاله قبل أن يستشهد. حرمه الاحتلال منهم، حرمه الله يعني من كل من ما يحبه، ورحمه الله عن بلادنا كما حرموه من رؤية أبنائه، لم يستطع أن يرى أبنائه البتة. يعني إحنا كنا يمكن أنا كزوجتي كنت أشوف في المحكمة، لكن الأطفال ممنوع يدخلوا المحكمة. صحيح. معنا تصريح سيارة، لكن من الزيارة كمعاقبة للشيخ على إضرام على الحرام. فصمود الشيخ في هذا الإضرام أوصل رسالة، وأحيى ودماءه أحيت كل روح وكل إنسان فلسطيني في داخله، يعني من الحرية أصبح قدوة وأيقونة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، أطفال صغار. يعني هسه قبل شوي بتيجي وحدة بتتحدث فيه بتقول لي ابني بيقول لي أنا مش أكون أنا أبو القسام، أنا بكون أبو خضر، يعني أبو اسمه قسام، وعاد بقول بكير بس أبو القسام، بقول أنا من هسه أنا أبو خضر. يعني والحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل انه يعني يجعل استشهاده يعني شعله النضال والمقاومه، احياء نفوس والمقاومه باذن الله رب العالمين. الله يبارك فيك يا ام عبد الرحمن، انت واقعا امراه بامه، وعندما نرى هذه العظمه التضحويه للشيخ الشهيد ندرك جزءا من السر، وانت الزوجه وام هؤلاء الابطال. كيف كان اللقاء عندما تأتيك أمهات الشهداء؟ يعني شاهدنا أم الشهيد إبراهيم النابلسي وأخريات من أمهات الشهداء يأتون للتهنئة والتعزية، كيف هو الشعور مع التقاء أمهات الشهداء والحديث عن ذكريات الشهداء، وإن شاء الله أمل اللقاء أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى مع الشهداء في مستقر رحمتهم. عبد الرحمن، يعني كنت أذهب مع الشيخ مشاطرة أمهات الشهداء وتهنئتهم بالشهادة، لكن صدقا يعني لم أكن أتوقع يوما أن أكون زوجة شهيد. يمكن كنت أتوقع أن أكون أم شهيد، وأتمنى هذا الشهيد يعني أن أكون أم شهيد، لكن أن أكون زوجة لشهيد وهو خضر يعني وهو يعني لي شيء كثير، ليس فقط الزوج يعني وكل شيء بالنسبة لي. يعني عندما تأتي أمهات الشهداء واسينا من كانت تذهب بمواساتهم، يعني نهنئناها بالشهادة، وهذا ما كنا نفعله نحن، كنا دائما نقول نحن نهنئ الشهادة ولا نعظم الشهادة، لأن الشهادة شرف ووسام من الله عز وجل واصطفاء واختيار من الله عز وجل، ولا يختار منها إلى عباده الصالحين. نعم. هو مزيد من الصبر يعني إن شاء الله. أننا لسنا وحدنا. نعم. من أقصى البلاد لأقصى البلاد مهزومة، كل بيوتات الشعب الفلسطيني فيها من الشهيد والأسير والجريح. اليوم ربنا أكرمنا أن نكون من أهل الشهداء، وهم أكبر منهم، كان دائما يقول الشيخ من هم أكرم منا جميعا، منا هذا الشرف، منا هذا يعني هذه الصفوة وهذا اختيار من الله عز وجل، ونحمد الله على ذلك. نسأل الله أن نكون قد هذه المسؤولية، نسأل الله عز وجل أن يكون قد حمل هذه الرسالة. سنسير على ضرب الشيخ، على ما كان يفعل الشيخ، لن نتوقف، لن يثنينا استشهاد الشيخ عن مواصلة طريقه في النضال. سنربي أبناءنا على ما كان يحب الشيخ وما يريد الشيخ وما كان يتمناه، وما وصانا به بوصيته التي أخرجها من داخل السجن على تربية أبنائهم على الصلاة والصوم والالتزام وحب الأقارب وزيارة أهل الأبناء وأهل الأصلاح. أنا لا أريد أطيل عليك كثيرا، يعني أختصر إن شاء الله بسؤال سؤالين. أم عبد الرحمن، وجدنا هذا التفاعل الجارف في البلاد الإسلامية الحمد لله،
ولو أحدثك عن المشاهد التي رأيتها كردود فعل على إخلاص هذا الشهيد قبل كل شيء لما صدقت ربما أم عبد الرحمن، لكن أريد أسألك عن ردود فعل المسؤولين العرب الرسميين، الحركات، الفصائل، من الذي بادر هنأكم تواصل معكم؟ نحن نشعر بتقصير كبير وألم كبير حقيقة، لكن يا ريت إذا هناك من كلمة شكر أن توجهيها لمن يستحق. يعني أنا سائل يا أخي الكريم، يعني تواصل معي يعني أمناء العامين والفصائل جميعا عن الشعب الفلسطيني، قيادات سياسية ونخبوية، قادة المقاومة، قادة الأجهزة العسكرية، الكل هنأنا بالشهادة، الكل يفتخر بشهادة الشيخ، الكل ينقل لنا فرحته بشهادة الشيخ، وإن كان يعني من داخل نفسه هو أن يشعر بالتقصير كما كان يتحدث لنا، ولكن أقول أنا الحمد لله رب العالمين أكرمنا بالشهادة. يعني على المستوى الرسمي لم يأتي إلى بيننا أحد المسؤولين في السلطة مثلا أو يمثل السلطة بشكل رسمي، على مستوى الوزارات والهيئات وما يتغنى به شؤون الأسرى لم يأتي إلى بيتنا هذا، لأنه أخي الكريم لأن كنت أقولها وصادقة فيما أقول، كل من يتغنى باسم الشهداء والأسرى ويتحدث باسمهم تحت ما يسمى هيئة شؤون الأسرى، وزارة الأسرى، غيرها من هذه المسميات، هو كذب ووهم وليس حقيقة. لا يمكن لأحد أن يتكلم مرارا أهل الشهيد وأهل الأسير، لا يمكن لأحد أن يرسل الصورة غيره. كل من يتحدث وينقل هذه الصورة هو عبارة عن تاج الكلام، يتحدث بما يتحدث به، يمكن تعمل معك مقابلة عن أسير مستشهد أو مات وقعت في مقهى، صحيح، يشعر بالألم والخوف أسفة. من إيه ممكن نوصلها أهل الشهيد أو طيب أنا بس لأنك الآن تتحدثين إلى فضائية ربما ليس معهودا يعني أن تتواصل كثيرا في الشأن الفلسطيني، حتى نحن لسنا قناة سياسية يا أم عبد الرحمن، ولكن لأن هذا الشهيد غالي علينا ولأن قضيته هي قضية كل حر وكل مقاوم قلنا لابد، ولأن المشاهدين طلبوا أن نتواصل معكم، نريد هيك بدقيقتين خلاصة هذه التجربة الكفاحية للشهيد خضر عدنان، خلاصة حتى يسمعها مشاهدو قناة أصيل. يعني نسأل الله عز وجل أول شيء الثبات، يعني الشيخ ضحى بكل ما يملك، علمنا كل معاني التضحية، علمنا أن هذا الاحتلال واهن نستطيع كسره، ربى فينا حب المقاومة، ربى فينا حب الجهاد، علمنا حب فلسطين، علمنا أن أهل الشهداء والأسرى هم أكرم منا جميعا، أكرمنا بمنزلة أهل الشهيد، ونسأل الله عز وجل أن يستطيعنا كما استطاع وأن يجعل الله الخير في أبنائه، يعني بإذن الله رب العالمين. رسالة الشيخ صعب أن تلخص بكلمة أو كلمتين، هي بها مجلدات. اليوم الواحد كان يعني تنقلات الشيخ وحركات الشيخ يزور أكثر من 6 إلى 7 مجلدات وأكثر من فعالية، بحاجة يعني تاريخه وعمره 40 عام، بحاجة لمجلدات، لكن ألخصها بأنه هذا الجبل الشامخ والشامخ، جبل الجرمق الذي كان دائما ينظر إليه ويصبر ويمثل فلسطين، الشيخ اليوم هو جبل فلسطين، جبل هذه الأمة، جبل المحامي كما يسمى. في الخير يا خنساء فلسطين، يا زينب حسين فلسطين، ونسأل الله أن يعينك على إدامة هذه المسيرة المباركة. شكرا لك يا أم عبد الرحمن، طيب الله الأنفاس وربط على قلبكم إن شاء الله، وسامحونا يعني أخذنا من وقتكم ورغم تعبكم وألمكم، الله يجزيك عنا كل خير. شكرا لك يا أم عبد الرحمن، وأنتم مشاهدين. نعم عبد الرحمن، هل من كلمة أخيرة؟ تفضلي. حياكم الله وبارك الله فيكم، نسعد بأن ننقل كل ما لدينا من مشاعر وفرحة باستشهاد الشيخ، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات، بركتم وبركت جهودكم، ونسأل الله عز وجل أن تستمر هذه المسيرة بوجود الشيخ أو بعد استشهاد إن شاء الله. في أمان الله سيدتي العزيزة يا زوجة الشهيد خضر عدنان أم عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، العدو الصهيوني لطالما تمنى اغتيال الشهيد خضر عدنان، لماذا؟ إدراكا منه لقوة تأثيره وإرسائه للثقافة التضحوية الحسينية، وهو ينفذ ما تمناه ويغتال الأسد في زنزانته، لكن أبا عبد الرحمن هو الفائز دوما،
فلم يسمح لأحد بالنيل من كرامته. في المقابل العدو مس بكرامتنا جميعا، لكنه لم يستطع مجرد الاقتراب من كرامة الشهيد عدنان. وأنتم يا شهداء فلسطين، من عز الدين القسام إلى أحمد ياسين إلى خليل الوزير إلى أبو علي مصطفى وعبد العزيز الرنتيسي، وانتهاء بخضر عدنان، تضيئون بدمكم الطاهر وبأمعائكم الخاوية هذه الأرض المباركة كلما اشتد الكرب وكلما ادلهمت الدنيا. إلى هنا هذا اللقاء الخاص مع السيدة رندا موسى زوجة الشهيد خضر عدنان، وإلى لقاء آخر، وإلى اللقاء، السلام عليكم. لحيتك البيضاء سيوف مشرعة في وجه الجلاد، إضرابك للباغي حتوف وعزيمتك الجمر الوقاد. يا ملكا شيخ الصبر خضر عدنان، لا عيش لمن عبد طعامه أو طأطأ للزاد الهامات، إضرابك للهدف الأسمى أن تحيا عزيزا بكرامات. فشموخك بشموخ بلادك والله سيحيق الموت بجلادك.